أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من 6 على 6. في البداية برحب بحضراتكم، برحب بأستاذ السيد. يا اهلا وسهلا، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ أخبارك يا أستاذ السيد؟ نعم الحال والله تمام إيه الحمد الأخبار؟ لله، وبنرحب بالمشاهدين والناس المتابعين لنا، وان شاء الله تكون حلقة موفقة ان شاء الله. فرحان إن الحلقات ابتدت إن هي توعي المستهلك بصورة كبيرة. ابتدينا اللي احنا دلوقتي نستقبل رسائل، ابتدى المستهلك يفهم يعني ايه نظارة، يعني ايه عدسات، يعني ايه لما ادخل مكان اختار عدسة، اختار نظارة. التوعية دي كانت مهمة يا استاذ سيد في الفترة هو دي. ان شاء الله في الموسم الثالث بقى اللي هو كمان حلقتين كده اهوت، هيبقى توعية شاملة وموجهة للاند يوزر، مش هتبقى بقى بصريات والناس، لان الناس اصلا بتسمع حاجات متخصصة قوي، واحنا كنا قاصدين الكلام ده ان احنا نقوله حاجات متخصصة على اساس الناس تعرف ان المهنة دي ليها متخصصين تمام. وليها ناس، فمش هقدر كنت اخش في الاول خالص اكلم العميل الاول من غير ما اديله الاي دي بتاعي اللي هو الناس اللي احنا بنستضيفهم، فلا الاي دي بتاعي اللي احنا الناس اللي بنستضيفهم بنفهمهم ان في المهنه دي ليها رجال يحموها. بعد كده هنخش بقى لابسط حاجه، ازاي انضف نظارتي، هنخش ازاي انا عندي ابني اعرف ازاي ان هو ان هو عايز يعمل كشف، ان هو نظره ضعيف، في مشكلة عنده مشكله، عنده ازاي استخدام انا الأجهزة. كأم في البيت اعرف ازاي انا اختيار النظاره واختيار العدسات ازاي. هنتكلموا بقى في المفاجاه الكبيره كده اهوت اللي هو ما وراء الليزج، فدي حلقه مهمه قوي تبقوا تستنوها لان دي بنحضر لها جامد، وان شاء الله هتبقى مفاجاه للناس كلها ان شاء الله. وقفتني مكالمة معاك من يومين كده، كنت بتحكي لي على موقف في مكان معين، ان في حاجات بتتعرض في مكان لمدة معينة والناس بتاخد الحاجة، وانت فوجئت بعد كده ان نفس الحاجة موجودة في الرفوف. فده يبين ان احنا ممكن يعني التوعية مهمة، ان احنا مش اي حاجة نجري عليها. ايوه هو كان موقف فعلا حصل كده اهوت، ان ازاي شو العرض دعايه، احنا الناس بننبهر، فهو لما بيجيب البتاع ويقول عليها سعر قد من قد كده لقد كده، فبقينا بنخطفه في بعض ونخش على بعض وناخد وده هياخد المعالق وده ياخد مش عارف ايه. فبعد كده اهوت انا لفيت في الماركت الكبير دوت، لقيت كل البضاعه دي موجوده على الارض بنفس السعر، فهي الموضوع ازاي تعرض منتجك، ازاي تلعب على عواطف المستهلك. وما تسرعش كمان، يعني اخد الحاجه اللي انا هستفاد بيها او ايوه، الحاجه اللي انا محتاجها. وده فعلا لقيت الناس بيعبوا العربيات كلها زي البوفيه بالظبط كده، تجي تقعد تلم اكل 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 والترابيزه مليانه، وفي الاخر تاكل على قد معدتك وبتسيبه. لقيت العربيات بتبقى مليانه قوي، بعد كده يكتشف ان هو مش هيدفع او هي مش هتدفع، فتروح منزلها البضاعه من تاني. فده سوء استخدام المستهلك. في حدث كويس هيحصل يوم الجمعه ان شاء الله، وانا حظي كويس ان انا اول مره احضر حاجه زي كده هنا في مصر. يعني موضوع المعرض اللي هو هيقام للبصريين، هو معرض بصري هيقام بكره ان شاء الله في ارض المعارض في مدينه مصر. المعرض ده بيبقى شيء سنوي بيتجمع فيه كل اهل المهنه، احنا افتقدنا كان الاول بينزل في منشور وبينزل فيه كتاب وبيتعمل فيه مؤتمر، تعمل فيه ندوات، بصراحه الفتره اللي فاتت ديت افتقدنا الحته ديت خالص. بصريات بس مش بقى مفتوح موضوع للجمهور. بصريات، بنعرض احدث الاجهزه بيتعرض فيه البصريه، وبيتعرض فيه احدث الموديلات والنظارات، بيتعرض فيه العدسات الطبيه وانواعها، وهو بيتكلم بيوجه للتاجر مش للمستهلك. تمام. فهو ده متخصص لأخصائيين بصريات تجار النظارات يعني. بس هو يبقى فكرة حلوة اللي هو مفتوح لكل الفنيين والأخصائيين كتوعية ليه برضو، ان هو يشوف بعض الشركات وياخد فكرة. يا ريت كل واحد مهتم بالمهنة او خريج او اخصائي يروح يتفرج ويشوف، وما ياخدش المهنة من على الوش. المهنة ليها جذور وليها يحبها الاول ولها علم، فياريت يروح يتعرف يقابل اساتذه يشوفهم بيتعاملوا ازاي،
لان احنا مهنة يعني كلنا الحمد لله كويسين مع بعض يعني كده. تمام. انا من مهنة زيك يعني. سعيد برضو في المعرض بعرض الكتاب بتاع دكتور محمد سعيد. كتاب دكتور محمد سعيد، دي الحاجة اللي احنا كنا مفتقدين، العلم. لان انا زي ما قلت ان العلم هو قاطرة التقدم لأي مهنة أو لأي دولة، بدون العلم الناس هتقف. فالكتاب دوت هداء، متشكرين يا دكتور محمد سعيد، هاتهولي دي أول نسخة كان هو أصدرها، وما شاء الله في كم معلومات عادية غير عادية ممتازة جدا. بنصح كل واحد يقتني الكتاب دوت، لأن أصلا بيبقى كنز جوه مكانك، وكنز جوه عقلك، وكنز ان انت ازاي تعامل العميل كويس. تمام. فشكرا دكتور محمد سعيد على ان شاء الله هنفضل برضو ندور على التطوير دايما في المهنة، وبالتعاون مع بعضنا كلنا ان شاء الله نوصل برضو الفكرة اللي احنا بنقولها في كل حلقة، ان في بنية هيكلية للمهنة، مهنة البصريات ليها بنية هيكلية كبيرة يا استاذ سعيد. طبعا. فحص البصر واخصائي البصريات وفن البصريات. احنا ده هدف البرنامج، ان احنا يطفو الحاجات دي كلها على السطح، لان احنا مهمشين، احنا فعلا مهمشين. فده هدف البرنامج، ان نعرف الناس ان المحل اللي انت شايفه مفتوح ده مش اي حد يفتح محل كده. النضارة اللي انت بتروح تدفع فيها فلوس وتدفع فيها العدسات، مش اي بتتعمل ازاي، مش اي حد يعملها. فاحنا جايين هنا نقول له خلي بالك. في حاجه في المعرض كمان، اللي هو ابلكيشن نظارتي، تطبيق نظارتي. ده كان السلوجان بتاعه، الشعار، خليك في المضمون، ان هو اصلا متك قوي على العميل ان هو يوديه اماكن مضمونه، محل مرخص ومحل فيه اخصائي، ولو عنده مشكله يحلها له. فده ده يعني بجوار العلم ده وبجوار الكتب ده، انا متهيألي يعني احنا دلوقتي بدأنا نخطو الخطوات السليمه اللي فقدناها بقالنا اكتر من 20 سنه. في لقاء النهارده ممتاز جدا، وانا نفسي سعيد بيه جدا، مع استاذ احمد العطار رئيس شعبه البصريين بالدقهليه. ايوه. واستاذ سيد بدره اخصائي بصريات وعضو مجلس اداره برضه بالشعبه، واستاذ حازم نشأت اخصائي وعضو مجلس اداره بالشعبه. هو انا اطلقت عليهم فرسان البصريين، بالظبط كده، هو فعلا دول فرسان المهنه في البصريات. ويعني هم ثلاثه، وفي ورا منهم 10 كمان يعني فرسان. ان شاء الله في اللقاء ده احنا بنجمع ما بين الشعبة وما بين كل الناس اللي هي بتخدم المهنة ديت، بتخدمها بجد، وبتخدم الاخصائي، وبتخدم الفني، وبتخدم حتى الطالب اللي موجود دلوقتي لسه بيتعلم. طبعا. يبقى واضح له هو هيخرج من المكان اللي هو فيه ده، او هيخرج من المعهد اللي هو موجود فيه، تبقى الامور كلها واضحة بالنسبة له، مين اللي بيخدم المهنة ديت، مين اللي قلبه على المهنة، مين اللي بيحاول اللي هو يساعدك في بداية تعليمك. حتى هيبقى في ان شاء الله في تدريب وفي تواصل مع طبعاً مع المعاهد والتدريب فيهم باذن الله. ان شاء الله نشرفه بيوم وهيقولوا لنا كل حاجه ان شاء الله. ان شاء يعني الله كدهوت يعني. استاذنك نطلع فاصل. اتفضل. ونستقبل الضيوف بتاعتنا. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني مع اللقاء الممتع اليوم مع استاذ احمد العطار رئيس شعبه الدقهليه. انا وسهلا بحضرتك. استاذ سيد بدره اخصائي وعضو مجلس اداره. واستاذ حازم نشأت اخصائي وعضو مجلس اداره. اهلا بحضرتك. شرفتونا. شرفتونا. الله. وشكرين على قبول الدعوه لنا، واهل المنصوره كلهم مرحبين ومنورين يعني. الله يخليك. احنا بنشكركم على ان انتم اديتونا الفرصه ان احنا نكون موجودين معاكم النهارده. الله يخليك، ربنا يسعدك. الوقت الظريف ده ان شاء الله. شرفنا استاذ. استاذ احمد العطار، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك رئيس شعبه الدقهليه. رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالدارية. أنا أول مرة أشوف رئيس بيتغير في الشعب البصرية دي بصراحة. يعني الدقهلية بتاعتكم ديت مغلبانة، يعني كل سنة كل 4 سنين نسمعوا رئيس. الناس التانية في اسكندرية وفي القاهرة دي ناس حلوة مرة واحدة وخلاص على كده. والله أنا أقول لحضرتك على حاجة، هو طبعًا وجود كوادر عندنا في الدقهلية، والقانون طبعًا بيسمح بوجود أي حد موجود لأطول فترة، الباب بيبقى مفتوح للترشيح.
وعلى الناس ان هي تتقدم. احنا طبعا الشعب دلوقتي لها 16 سنه، بدات بالاستاذ احمد الحراني استاذنا القدير، هو انشا الشعبه وكان معاه اثنين من العمالقه المرحوم الحاج محمد فوده والاستاذ محمد حامد عبد الله، دول من اساتذه المهنه ومن الناس اللي هي بدات المهنه في البدايه، وعاونهم الاستاذ احمد السباعي والاستاذ سيد شيحه. الناس دي بذلت مجهود في انشاء الشعبه من 16 سنه. الاستاذ احمد الحراني تولى رئاسه الشعبه اول دوره، وبعدين جه المرحوم الحاج محمد فوده، وكان معانا الحاج صبري العراقي ما ننساش طبعا. الله يرحمه، ربنا يرحمه. الناس دي احنا بنقول اساميها لان الناس دي اسهمت وهي حلقات متواصله وهي علمتنا. يعني احنا لما بدانا في البدايه مع الشعبه كنت انا عضو مجلس اداره الشعبه، اللي بعدها مع الحاج محمد فوده كنت سكرتير، فبتبدا انت تتدرب وبقى في تواصل اجيال وبينقلوا خبراتهم لنا. بعد كده جيت بقيت رئيس شعبه، وبعدين جه الحاج احمد الحراني مسك دوره ثانيه، وانا جيت المره دي رئيس شعبه. بنتواصل مع بعض وبننقل خبرات، واحنا عندنا حاجه في الدقهليه مميزه ان احنا ما عندناش حاجه اسمها رئيس وعضو مجلس اداره وعضو عادي. احنا جميع الاعضاء الجمعيه العموميه البصريين كلهم هم اعضاء مجلس اداره. في تعاون كامل معانا. تعاون كامل، بتيجي انت ما بتعرفش مين الرئيس الا بس لما يجي يقول لك كلمه فلان الفلاني. قال هو ده الرئيس، ده انا كنت فاكر فلان. لا ليه؟ لان احنا فريق عمل واحد، وده سر نجاحنا. الشعبه دورها ايه بقى بعد اذنك؟ دور الشعبه ان هي تنظيم العمل البصري بين احنا وهمزه الوصل بين المحلات وبين الجهات الحكوميه. هي الغرفه التجاريه عموما هي بيت كل التجار. عندنا الغرفه التجاريه في الدقهليه المهندس احمد رابع رئيس مجلس اداره موفر لنا كل الامكانيات للتواصل مع الجهات الحكوميه. احنا عندنا اي مشكله موجوده مع التموين او القوى العامله او الصحه او 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 بنقدر ان احنا نجيب المسؤول عنها. طبعا عندنا شويه قصور ما نقدرش ننكر ان دور المسؤول هو في حدود محكوم بقوانينه وبقواعد معينه. احيانا بتبقى الحاجه اكبر من قدره المسؤول التنفيذي بتاع المحافظه اللي هو وكيل وزاره، فبنضطر ان احنا نرفع الامر للشعبه العامه لغرف التجاريه للاتحاد العام، هي تبدا اكتر على مخاطبه الوزارات لحل المشكله ديت. فبقدر الامكان ان احنا بنحاول ان احنا ننظم سوق العمل البصري ونحل مشاكل البصريين. دي حاجه جميله كده. بيعود على المستهلك ازاي؟ بيعود على المستهلك ازاي؟ حضرتك لما انا بنقول النهارده ان يبقى في محلات مرخصه. معنى محل مرخص ان المستهلك النهارده لما يخش المحل ده يبقى متاكد انه بيتعامل مع مكان مؤهل، الراجل اللي فيه اخصائي بصريات، لان انت بتتعامل مع العين اغلى حاجه عند الانسان. فما ينفعش تتعامل على انها سلعه عاديه، لازم اي مستهلك، واحنا بنحاول الفتره الجايه ان احنا نعمل توعيه للمستهلك، حضرتك ما تشتريش او تتعامل الا مع محل مرخص. تمام. لان الراجل اللي موجود ده هو حريص لانه مؤهل علميا ومؤهل فنيا ان هو يتعامل معاك ويوصف لك الحاجه الصح المظبوط المناسب. استاذ حازم ازي حضرتك؟ نورنا يا نبيل. الله يخليك. كان اول لقاء معاك كنت متذكر انا جمله انت كنت قلتها، ان المهنه دي ليها خير عليا كتير. تمام. عرف لنا بقى المهنه وانت، وعرفنا يعني اديني كلمه كده حلوه يعني ان شاء الله. طيب تمام. انا في الاول بس بعتذر للساده المشاهدين ان انا لا املك ملكه الحديث، فكاتب الحاجات اللي انا حابب اتكلم معاه في نقاط كده مختصرها في نقاط يعني. طيب. انا عاوز اتكلم الاول انا كعضو مجلس اداره شعبه البصريات في الغرفه التجاريه في محافظه الدقهليه. انا مين؟ يعني انا عاوز اقول ان انا، هل انا تاجر هدفي الوحيد هو الربح، ولا انا مثلا راجل صاحب مهنه انا بحبها؟ المعلومه دي لازم تكون واصله للجمهور اللي بيتفرج علينا، ولازم تكون واصله لزمايلنا في المهنه، ولازم تكون واصله ليا انا اصلا، لازم ما انساهاش ابدا. انا قبل اي شيء اخصائي بصريات، بنتمي المهنة، انا شايف ان هي من ارقى المهن. انا العامل المساعد لكل المهن اللي احنا بنتعامل معاها في حياتنا اليومية. انا اللي بساعدهم على التركيز والابداع في شغلهم. انا صاحب الرسالة والعلم اللي اكتشفه العالم العربي الحسن بن الهيثم في القرن الحادي عشر. ايامها كانت الاجهزة البصرية تقيلة ومرهقة. كان الكاتب الروماني سينيكا عشان يشوف نص زي كده بيستخدم ازازه ميه عشان تكبر له حجم النص، كان الموضوع مرهق جدا. بس الانتشار التدريجي للمعرفه والعلم والافكار الجديده في القرن الثالث عشر
عارف العالم اول نظاره للقراءه. فاللي احنا عاوزين نقوله لو ما كانش في بحث علمي، يعني شوف البحث العلمي قديم جدا، لو ما كانش في بحث علمي ولا كده كان زمان الناس لغايه دلوقتي بتستخدم ازازه الميه عشان تقدر تقرا. فاحنا اللي عاوزين نقوله ان هي دي النقطه اللي احنا بنشتغل عليها انا وزمايلي في شعبه البصريات الاهليه، ان احنا بندور على ابن الهيثم من تاني، وده المحور اللي احنا شغالين عليه، وبنشتغل على المحور ده من خلال محورين. اول حاجه الطلبه بتاعت معاهد البصريات اللي هم للاسف بيصابوا باحباط اول ما يخلصوا دراسه واتجهوا للحياه العمليه. والمحور الثاني الناس اللي دخلت بيزنس النظارات. طيب ممكن بعد اذنك المحورين دول الاستاذ سيد يكلمنا فيهم؟ ماشي. بحيث ان هو يقول لنا الخريج بيطلع عايز يتدرب فبتستقبلوه ازاي؟ اللي هم اصحاب المهنه اصلا بتعملوا لهم ايه عشان ترفع من المستوى العلمي والمهني؟ فانا عايز دور الشعبه بتعمل ايه بعد اذنك؟ بص حضرتك، احنا بنشتغل على ثلاث محاور او ثلاث فئات انا بخاطبهم. صاحب المنشاه البصريه اللي هو خريج معهد بصريات اديب وصاحب منشاه، العاملين عنده، وبعد كده الشباب الخريجين، يبقى ثلاثة. الثلاثة دول بيخدموا واحد بس اللي هو المواطن مستعمل النظارة ومستخدم النظارة. أنا بتبقى كل هدفي إن الثلاثة دول يبقوا على كفاءة عالية ليخدموا عنصر واحد اللي هو مستخدم النظارة. لو سألتني مين أهم واحد في الثلاثة دول، هو الشباب الخريجين. إزاي؟ بص حضرتك، اللي فات خلاص، احنا بنبني جيل جديد. هو طالع دارس في المعهد نظري وعنده معلومات حلوه جدا، ولكن بيبقى يفتقد الحياه العمليه. انا كغرفه خصوصا غرفه شعبه المنصوره مهتمه جدا بالبند ده. نعمل دورات تدريبيه، بنجيب اقوى شركات عالميه بتدي محاضرات تدريبيه وتثقيفيه لشباب الخريجين. بعد كده الشباب الخريجين دول هم اللي هيبقوا في المحلات. ببدا بقى بالعاملين في المحلات، بعمل لهم دورات تدريبيه، مهارات بشريه، مهارات بيع، فن بيع. كل ده بينعكس على مين؟ على صاحب المنشاه. بيبقى حاسس ان المنظومه كلها اكتملت، دايره متكامله، الدايره المكتمله. بعد كده كل الدايره دي بقى بتنعكس على مين؟ على مستعمل النضاره زي حضرتك وزي الدكتور وزي المهندس وزي العامل. ايوه. فانت كده مسكت الخيوط كلها بتاعه المنظومه. طب خليني طبعا يا استاذ سيد يعني اكلمك بلسان الشباب شويه بكل شفافيه، بيحسوا ان ما فيش اي خدمه واصله لهم او دور واصل لهم من اي حد مسؤول، بدايه من المعهد لحد ما بيتخرج او بيتحط في محل. ما فيش شغل زيادة على النقطة دي. أنا بتعهد قدام حضرتك كده، وتليفوناتنا موجودة وكل الناس عارفاها، وعندنا موقع على الفيسبوك، أي شباب خريج يتصل ويشوف هنلبي له خدماته على أكمل وجه ولا لا. تمام. وأنا على استعداد إنه يجي البرنامج هنا يقول طلباته اتنفذت ولا لا. أستاذ أحمد، هل في تعاون بين الشعب الفرعية والشعب العامة؟ طبعًا، ده أساسي، لأن زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا في الشعب المحافظات عموما هو بيبقى المسؤول مسؤول تنفيذي، فبيتحرك معاك في خلال القانون بس. لكن لما بتيجي حاجه استثنائيه او حاجه تعديل او حاجه اكبر محتاجه قرار وزير، فلازم انت تخاطب الشعب العامه، هي الام اللي هي مخول لها انها تتعامل مع الوزارات. ما فيش فرق بين شعبه وجمعيه، في يعني ايه؟ انا في جمعيه عندكم في شعبه جميل. وفي جمعيه البصريات هي جمعيه تخص البصريين فقط، اللي هو خريج معهد البصريات هو اللي له الحق الانتماء للجمعيه دي. بتقوم بدور تثقيفي ودور تدريبي برضه للايه، للشباب الخريجين. احنا كشعبه اهتمامنا بيكون مع اصحاب المحلات اللي هي مشاكلهم، ولنا بقى دور تثقيفي كمان احنا بنضيفه لشباب الخريجين اللي هو التدريبي ده، بيبقى فيه تكامل. يعني زينا دورنا زي الجمعيه متكامل، بس بحيث ان الجمعيه مثلا مقرها في القاهره، فممكن الشباب الخريجين يبقى عليه مشقه انه يسافر او يجي من اسوان او يجي من المنصوره او كده، فاحنا بنوفر له الخدمه ديت
خدمة التدريب جوه مدينة المنصورة. أستاذ أحمد بيقول إن الشباب بيقولوا إن في هو فعلا في نقص تواصل. أنت حضرتك في صفحة على الفيس النهاردة، أنا مش عارف الخريج فين، خريج مكانه فين موجود، هو فين سهل إنه يوصل، هو اللي سهل يوصل لي. فالنهاردة حضرتك إحنا بنعلن عن الندوات من قبلها مثلا بأسبوعين، بنقول في ندوة كذا في مقرها في الغرفة التجارية. بنطلب من كل شباب الخريجين إن هم دايما يبقوا متابعين صفحة الفيس بتاعت الشعبة، وهيلاقي فيها كل جديد. احنا بنخاطب المعهد كمان، بنقوله من الطالب مش بعد ما يتخرج، هتلاقي الطلبة بتوع سنة تانية ييجوا يحضروا الندوات. وعملناها في اكتر من مرة، وكان في ركن خاص ليهم، بحيث ان هو لما يبدأ يتدرج وهو طالب يبدأ يشوف الندوة، يعرف يسمع حتى لو ما فهمش كويس، يفهم النهاردة 20% بكرة 40%، بحيث يبقى هو خارج النهاردة ملم بكل. استاذ حازم، من حلقات السابقة ليا مع حضراتكم، أنا بشعر إن أنتوا مجتمع منغلق على نفسه، بتكلموا بعضكم بس، يعني نظراتية يكلموا أصحاب المهنة، يكلموا الأخصائي، يعلوا. أنا شايف إن أنتوا منغلقين، يعني مش شايف حاجة متفتحة لبره للجمهور. فين الدور ده يتعمل إزاي؟ والله احنا عاوزين نقول في نقطة بس الأستاذ أحمد اتكلم فيها مع الأستاذ سيد، إن الخريج أو شباب المصريين بيشتكوا من إن احنا مش قادرين أو إن احنا ما بنسعاش لإن احنا نحقق لهم طموحهم. هو في نقطة مهمة جدا، إن احنا لما بنيجي نشتغل في مكان زي كده احنا لازم بنحترم القانون. يعني احنا أساسي لما بنسافر أي دولة في الخارج لازم بنحترم قانونها، وبعض الدول بتخليك تمضي على إقرار وأنت في الطيارة ان انت تحترم قانون الدولة. فاحنا بنشتغل لما بنيجي نشتغل ونيجي نطالب بحقوق الناس، احنا بنطالب في ظل القانون. طيب احنا دلوقتي عندنا قانون المهنة، مهنة تنظيم العمل، تنظيم مهنة البصريات، تنظيم مهنة البصريات من سنة 59. فاحنا شغالين في قانون قديم جدا، والشعب العامة دلوقتي بتأدي دور كويس جدا في تغيير القانون ده ان شاء الله. فاللي احنا عاوزين نقوله ان احنا لما جينا نتفاعل مع ان احنا نحقق طموح الشباب، لقينا ان احنا لازم في ظل القانون بيبقى لنا حدود معينه وامكانيات معينه. فكان الحل ان احنا نسعى في اتجاه تاني، ان احنا نثقف الشباب ده، بحيث ان احنا ما نوجهش رسائل للجمهور من خلال كلام، احنا بنوجه رسائل من خلال الخدمه اللي بيدخل يشوفها. اصل انا اللي جاي لي، انا جاي لي واحد مثلا جاله سكر فجأة، فهو اكتشف فجأة ان هو مش شايف ومتلخبط، فلازم الفني او اخصائي البصريات اللي هو واقف يبقى فاهم، يخاطبه ويفهمه ويهديه ان ده امر طبيعي، ان السكر مش مظبط معاك، ان انت في الفترة دي هيبقى النظر مش مظبط معاك. واخد بال حضرتك؟ هي دي الرسالة اللي احنا بنوجهها للجمهور. معنا مكالمة استاذة مريم اخصائي بصريات. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذة مريم الحمد لله تمام يا فندم. احنا يا فندم في مشكله دلوقتي البيع الاونلاين، حضرتك بتقول ان هم غلط وهتهاجموا الموضوع ده. طب الواجب على الاخصائي ان هو ياخد حقه في محل او في شركه او في شغل ليه هو، عشان كده هو دوت اللي هيصلح ان احنا ما نبيعش اونلاين. البيع اللي هو الاونلاين. ايوه. طب يعني انت مع يعني مع البيع الاونلاين ولا معترضه، ولا انت عايزه فرص مناسبه بدل ما انا اتوجه للاونلاين اتوجه للشغل في المحلات او في الشركات؟ ايوه يا فندم، بدل ما نتوجه للاونلاين لا، يبقى انا واخد حقي في اي مكان اللي انا اشتغل فيه بدل ما ابيع حاجه اونلاين. طيب هو انا ممكن ارد على حضرتك، يعني هو اصلا الاونلاين ده اتجاه عالمي هحاربه ازاي؟ الاتجاه عالمي ان كله بيبيع اونلاين. احنا مش بنحارب الاونلاين، احنا بنحارب الغش في الاونلاين. اسمح لي استاذ سيد اعترض على حضرتك في النقطه ديت. احنا كنضاره احنا سلعه غير عاديه. أيوة. سلعه لها مواصفات، سلعه طبيه، فما ينفعش ان انا النهارده ابيع نضاره اونلاين لعميل انا ما اعرفش مقاساته وشه، ما اعرفش موافقه عليها ولا لا، او حجمه في قياسات وفي حاجات يعرفها اخصائي البصريات. عشان كده انا بقول ان ده قصور في ان احنا لازم نوعي المستهلك ان بيع النضاره الاونلاين مش في مصلحتك. أيوة. لان حضرتك لها مواصفات وقياسات يعلمها اخصائي البصريات،
والكشف لازم يشوفه الاخصائي ويعرف العدسه دي متناسبه مع الفريم ولا لا. بالزبط. في حاجات كتير جدا. دور محل النظارات نفسه زي الصيدليه بالظبط. زي الصيدليه. فما ينفعش النظاره الشمس دي من اخطر ما يكون لانها مواصفات، لان هي نظاره طبيه بتحكم الاشعه فوق بنفسكيه الضاره. فالنهارده البيع الاونلاين خطر في مهنه البصريات على العميل. انا ماليش دعوه على المحل، المحل مش هتاثر معايا. بعد اذنك يعني يا استاذ سيد، ما احنا قاعدين على الموبايلات كلنا وبنشتروا. ايوه صح كده. يبقى انا احارب الاونلاين عبر الموبايل برضو بنفس الطريقه، اوعي الناس عبر الاونلاين. احذر من نظراء الاونلاين. يعني مش هتعرف تحاربه بالطريقه المعتاده بتاعت محاربه السوق والانظمه التجاريه، السوق التمويل الضرايب، مش هتعرف. مش هو نظام عالمي. هو بيجي لك على الموبايل وعلى طريق النت. يعني انت حاربه عن طريق التوعية، عن طريق النت. حركه النهارده في كارثه. طب ده دور مين؟ جمعيه ولا شعب؟ دور كل الناس. معايا دور الشعب، دور الشعب العامه. في نقطه حضرتك انا عاوز اقول لحضرتك عليه، احنا في البرنامج دوت متاخد الدور دوت، ده هو قايم على كده دوت. يعني بص يا استاذ سيد، يعني ان شاء الله احنا بعد بكره عندنا اجتماع في الشعب العامه في القاهره، يعني المفروض ان احنا نلتقي فيه ان شاء الله. اول هدف انا عاوز اقوله، هو ده اللي لازم نمشي فيه كلنا، ان احنا الشعب العامه تحدد لنا موضوع ما ان شاء الله كل شهر، قضية ما كل شهر نتكلم فيها، تتعمم على بقية الشعب اللي في الدقهلية، اللي في اسكندرية، اللي في الشرقية، المنوفية. يبقى موضوع واحد ان شاء الله ياخد من كل مجلس ادارة شعبة 10 دقايق كل اجتماع عشان نوحد الاتجاه. ايوه احنا لو احنا حددنا اتجاهنا في قضية واحدة كلنا هيحصل، هتنجح طبعا. خلينا نرد على الاستاذة مريم، معلش انا اسف برضه، بالنسبة مش النضارة الطبية بس، والنضارة الشمسية أخطر، النضارة الشمسية الرخيصة اللي بتتباع. احنا عندنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا عايزين طبقة يو في عشان تحمي من الأشعة. النضارة الرخيصة اللي في الشارع ديت أنا ما عنديش أي ضمانات إن هي تحمي. فبتبقى كارثة ليه؟ لأن أنت النهاردة بتفتح العين فتح كويس جدا، لأن قدامها طبعًا جزء مظلم، فبتضطر تخش أشعة ضارة أكتر على الإنسان، فبالتالي ديت نضارة ضارة، النضارة الرخيصة الشمسي. فما فيش حاجة اسمها البيع الأونلاين خطر يا جماعة على المستهلك. وفي حاجة تانية تهم المستهلك برضو، ان انا لما اشتري حاجة أونلاين وتطلع فيها مشكلة انا هشتكي مين؟ انما ما بيجي يشتريها من عندي من المحل، هو بيجي لي بيقول لي انا حاسس بشكوى، ما انا حاسس ان انا ما خدتش خدمة كويسة، الجودة مش كويسة، بقدر احلله مشكلته. بالظبط. هيحللك مشكلتك ازاي؟ استاذ حازم، وكمان موديلات مختلفة ومقاسات، في حاجه اسمها اي بي دي، الحاجات دي كلها ازاي الاونلاين يعني يحلها؟ هو الاونلاين معتمد اساسا على النضاره الشمس. والمشكله ان يعني الخطر بتاع النضاره الشمس اكبر بكتير من الخطر بتاع النضاره الطبيه. النضاره الطبيه مستخدمها هيلاحظ المشكله من الاول، من اول لحظه يستخدم النضاره ممكن ما يقدرش يقعد بيها ساعه ساعتين ثلاثه، انما المشكله ان مستخدم النضاره الشمس هياخدها ويخرج بيها مره واثنين وثلاثه، وبعدين الخطر بيكون في الشبكيه، واخد بال حضرتك، اللي هي الجزء الاساسي في العين اللي بيساعد الانسان على الرؤيه. تمام. فاحنا بننصح دايما ان انت تتحرى الدقه في اختيار المكان اللي بتاخد منه النضاره الشمسيه، وده احنا ما يعني ما بنهاجمش حد، بس احنا كمتخصصين في المهنه بنخاف على عينين المواطن اللي احنا مؤتمنين عليها. طيب انا محمد لحضركم برساله. انا كنت سعيد الاسبوع اللي فات بحضور ندوه للطلبة الجدد في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات، وسعدت بلقاء عميد المعهد أستاذ دكتور أمين. لما قعدت اتناقشت معاه شوية كده قال لي أنا أتمنى أن يبقى في تواصل من الناس المسؤولين في المهنة وأصحاب الشركات وكل من هو قائم على هذه المهنة مع الطالب من أول سنة أولى، لأنه فعلا دفعة كلها محترمة جدا، بس بيطلع من المعهد أول ما بينزل سوق العمل عموما بيلاقي في اختلاف تماما ما بين المعهد والدراسه اللي هو بيدرسها وما بين سوق العمل. حضراتكم نقدر نبدا منين من النقطه دي؟ تمام. احنا او نوجه رسالتنا منين؟ طبعا كلنا مشتركين في المشكله دي. طيب. كلنا، ولكن هو معهد البصريات هو وافي فعلا في الحاجات العلميه النظريه. تمام. فعلا انت عندك حق ان هو بيطلع للسوق البصري بيفاجئ ان انا كل اللي درسته ده متلخص في نظاره، بس هو اللي بيحط نفسه في اطار النظاره. هو ممكن يدخل في الاجهزه، في مجال في الاجهزه البصريه كبير جدا 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 وغامض ومجهول بالنسبه لناس كتير، ولكن انا بنصح الشباب الخريجين يدخل في مجال الاجهزه البصريه، صيانه الاجهزه البصريه، وبرضه مع النظاره ما فيش مانع،
في تلسكوبات، يعني احنا انا اسمع الشركه العربيه للتصنيع تبع القوات المسلحه حاجه هايله طبعا، حاجه هايله صراحه، هايل هايل هايل، ايه الجمال ده. لازم المعهد واداره المعهد تفعل رحلات وزيارات وندوات في الشركات دي. عندنا شركات عدسات على اعلى مستوى وتقنيه عالميه كويسه جدا، مش موجوده بره والله. لازم يبقى في اتصال. احنا عايزين نضيف نقطه برضو في النقطه دي بعد اذنكم، ان احنا بالنسبه احنا كنا حريصين في المؤتمرات بتاعتنا ان احنا ندعو طلاب معاهد البصريات، صح ولا مظبوط؟ صح الكلام ده. انا عاوز اقول حاجه بس، ان احنا قبل كده احنا كلنا كنا عشان ناخد معلومه حديثه ولا كده كنا بنسافر نروح الميدو في ايطاليا او نروح السلمو في باريس، واخد بال حضرتك، عشان نقف ونشوف وناخد معلومه بسيطه نستفيد بيها. احنا دلوقتي بنجيب لك المعلومات دي لغايه عندك، المعلومات سهله وانت موفر الكلام ده. ممكن نطلع من دي برضو ان احنا بندعو كل الجهات المشاركه لانشاء مراكز تدريب في بعض المحافظات، في كل 3 أو 4 محافظات اتعمل مركز تدريب للخريجين يشرف عليه الكبار بتاع المهنه، ويبقى هو ده اللي يدي الخريج الشهاده بتاعه التدريب بعد ما يتخرج. هيبقى في توازن ما بين الدراسه وما بين يعني سوق العمل. القانون بيدي 6 شهور دلوقتي للخريج انه يتدرب في اي محل، لا انا هخليه يتدرب في مركز التدريب ده. تمام. يبقى تحت اشراف بصريين، ويبقى في ده يديله الخبره العمليه. ممكن الشركات العالميه اللي موجوده في مصر وكلها شركات محترمه جدا ندعوها ونحفزها، ممكن في برنامج زي حضرتك ده الاعلان بتاعها، ممكن انا في المحل اساعده، ولكن هو بالتالي يساعدني ان هو يدرب مجموعه من الشباب. تمام. لازم يبقى له هامش من ربحه للخدمه الاجتماعيه. مظبوط. للخدمه العامه للشعب. يعني ايه المشكله ان كل شركه عدسات تاخد يا سيدي ال10 الأوائل تدربها؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ان كل شركه عدسات تطلع رحله سنويه او رحلتين لها من خريجين المعهد؟ طبعا مفيش مشاكل. كنت عايز اعرف بالنسبه لشعبه الدقهليه، معروفة بنشاطها، عايز توجه رسالة للبصريين وأصحاب محلات في الدقهلية تقول لهم إيه؟ أنا أحب أوجه رسالة إن إحنا بنقول أنت كمجتمع أنت شغال فيه لازم يسود المجتمع ده روح الحب والود بين الناس وبعضها. أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة. أنا قبل ما ندخل على الهواء كنت بتكلم على الأستاذ أحمد العطار، فقال لي إن هو كان بيشتري منتج من مكان ما وما لقاش الطلب بتاعه في المحل اللي كان فيه. الراجل صاحب المحل اخده وراح المحل اللي جنبه فرجه ولقى الطلب بتاعه في المحل التاني واخده وراحوا اتحاسبه في المحل. جميل قوي. انا عاوز اسال الاستاذ احمد العطار لما يحب يشتري حاجه زي كده تاني هيروح المكان ده ولا هيبعد عنه؟ لا هيروح المكان ده. هيحترم الناس دي ولا مش هيحترمهم؟ طبعا طبعا. هي دي النقطه اللي احنا عاوزين نعلمها للاجيال الجديده. الحب والود والاحترام بين الناس. انت هتحترم زميلك، العميل هيحترمكم انتوا الاثنين. مظبوط. طب حضراتكم بس اثرتوا نقطه ان الشعبه هتشتغل الفتره اللي جايه على تغيير قوانين المهنه شويه. نقدر بس نعرف نقط بسيطه كده من الشعبه. احنا طبعا هقول لحضرتك احنا هنرفع الرؤيه بتاعتنا. تمام. ولكن احنا غير قادرين داخل بالزبط. محافظه الدقهليه على تغيير القانون. لا يعني قوانين احنا احنا محتاجين. هو اصلا المهنه ليها قانون. ايوه هو لا في مشكله. في مشكله يعني ما يعني ازاي يعني يعني بتوع الذهب لهم قانون؟ لا ليها لا كل ليها كل الدنيا كل المهنه لها قانون، بس احنا في مهنه البصريات لها قانون من وزاره الصحه. طيب. هو قانون سنه 59. فهو القانون طبعا كان فيه شويه قصور كتيره جدا. ايوه. فهو احنا بنعمل على تعديلها ونرفعها للشعب العامه. عارف يا استاذ سيد المحل المخالف، المحل المخالف الغير قانوني، المنشاه البصريه الغير قانونيه، لو هو فاتحها واحد ما هوش اخصائي بصريات إيه الغرامه بتاعتها كام؟ قول رقم كده. 10,000. قول رقم يا استاذ احمد. 20 جنيه. يعني انا الناس هتيجي تعمل لي غلقه للمحل وبعدين تلفت ظهرها قوم فتح المحل وراح ادفع 20 جنيه. اي حد ممكن يشتغل كده ما فيش اي مشكله. احنا لو غيرنا دي ل 20,000 جنيه ايه المانع؟ ال 20 جنيه ال 20 جنيه سنه 59 كانوا كام؟ ما عدا ال 20,000. ما عدا ال 20,000 احنا نخليهم 20,000. احنا لو غيرنا البند ده بس في القانون يبقى احنا عملنا انجاز. ده حلو قوي. ده اتجاه الدوله ان هي يعني تاخد تاخد فلوس. يعني دي حاجه كويسه. انت بتحمي انت بتحمي لان النهارده المرخص هو اللي بيتضر. ايوه احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الراجل الناس كلها ترخص. ايوه وشروط الترخيص ميسره مش صعبه خالص. يعني مفيش اي فائق. انا مش عارف برضو انت ايه اللي يخليك تفتح محل غير مرخص. وانت لما تبقى مرخص وقانوني هتلتزم بالتعليمات
تعليمات، وكل دوت هيبقى في مصلحة المواطن أو مستخدم النظارة أو العميل أو المريض اللي بيجي لك. أيه. في نقطة مهمة جدا بقى أستاذ سامي، أنت ممكن أن أنت في محل مخالف في منطقتك وأنت عاوز تبلغ المسؤولين أن المحل ده مخالف. ده أنا أقول لك الغرابة أن المحل المخالف ممكن بياخد حقه عن المرخص. المحل لو مخالف، لو مكتبه بتبيع نظارات مثلا، وزارة الصحة ما لهاش كلام عليه. هو وزارة الصحة بتفتش على أخصائي البصريات، على محل البصريات. يعني بتروح للمرخص؟ بتروح للمرخص. إنما يعني غير المرخص. المرخص ملزم ملزم بالقوانين. المفروض يجرب. ملزم بالقوانين عن غير مرخص. كارثة النهارده إنك تلاقي نظارة في سوبر ماركت. نظارة جاهزة قراءة في سوبر ماركت. إزاي؟ تجرب الموضوع ده. طبعا يبقى تجريم بيع النظارة خارج المنشآت البصرية. يا بص، هو في قصور يعني كل ده لازم من وزارة الصحة. في قصور من وزارة الصحة. لا هو القانون. القانون هو ايده مغلولة. هو ايده مغلولة وانت ايدك مغلولة والتموين ايده مغلولة. طب ما تخلونا نقول وزارة الصحة. لا وزارة الصحة متعاونة. متعاونة جدا. وجم معانا وحضروا معانا بتوع إدارة العلاج الحر. قال غير للقانون عشان يتحرك. يعني مكبل هو بالقانون. ولما مكبل ولما احنا بنلف الدايره دقيقه واحده بس عشان اخد حقنا في الموضوع ده. احنا بنقوله قانون، وبعد كده لما يجي لنا القانون نقوله مفيش حد بينفذ. طب احنا هنقول حاجه بس، في نقطه اوضحها لحضرتك بسهوله. انا استاذ حضراتكم بس سريعا لان للاسف الوقت قدامنا دقيقه. تمام. لا احنا قاعدين مش هنمشي. لا دي ايه دي اول تنفصل يعني دي ونروح. ونروح. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. كلمة أخيرة كده من حضرتك توجهها للأخصائي وللمستهلك. كلمة أخيرة أوجهها للأخصائي، إحنا كلنا في خدمتكم، وإحنا فعلا زي ما الأستاذ سيد قال في أول حلقة، المهنة دي ادتنا كتير وإحنا عاوزين نديها، وهنديها من خلالكم أنتوا. تشرفونا وتليفوناتنا تحت أمركم، وإحنا تحت أمركم. إحنا بنحب مهنتنا، وإحنا زي ما قلت في الأول، أنا مش تاجر ولا أقلل من شأن التاجر في حاجة بالزبط. يعني مش تاجر بمجرد إن أنا بدور على ربح، لا أنا عندي مهنة، عندي ضمير للمهنه دي، واخد بال حضرتك؟ فالاخصائي في عينينا، والاخصائي احنا مش ممكن نتخلى عنه ابدا، واحنا مسؤولين عن الكلام ده. وبنقول للمواطن حضرتك من فضلك اتجه الى المحلات المرخصه، اتجه للمكان اللي انت عارف ان هو هيحافظ على عينيك، اللي هو مش هيضرك. خليك حريص على عينك. خليك في المضمون. عينك غاليه، عينك غاليه، تستحق انك تتعب. تمام. علشان تروح في مكان رسالتك رسالتك رساله للمسؤولين استاذ. رسالتي لكل الاخصائيين البصريات وكل اصحاب المحلات ان احنا عاوزين نتجه للعمل الجماعي شويه. تمام. احنا مفتقدين في العمل البصري. العمل كلنا ناجحين على صوره فرديه، ولكن في عمل جماعي كلنا لغايه دلوقتي للاسف التيم وورك لسه مش موجود. طيب. فانا بدعو ان احنا نشوف مظله، شركه مساهمه، مركز تدريب تضم كل الناس، ويبقى مش هدفها الربح، نون بروفيت اورجانيزيشن. ما احناش عاوزين ربح ولا عايزين تجاره، احنا عاوزين نقدم تثقيف وتدريب. تمام. رساله حضرتك يا استاذ سيد. رسالتي للاخصائي، انا شايف حضرتك مايل للشباب برضو. طبعا. اكتر دول اهم حاجه. استاذ شباب الاخصائي يعني حب مهنتك وهي مهنه جميله. ايوه خليك معايا انا في الشباب. وتمسك بلاش استاذ. المشكله ان هو الاخصائي الفتره دي اللي احنا عايشين فيها دي فعلا يعني ربنا يكون في عونهم حظهم يعني قليل شويه عننا. تمام. العكس في علم موجود في الدنيا سهله والتكنولوجي عالي، ولكن هو الشاب اللي عنده تطلعات عاوز يعملها، في عاوز يسافر بره، هو عايز رؤيه بس السيد يعني حد يفتح له الطريق. أيوة. الامور تبقى واضحه، فهو ده. يستحمل شويه الايام دي ان شاء الله. كورونا دي تروح لحالها والدنيا تفتح والدنيا تبقى زي الفل. انت اشتغل على نفسك، هيئ نفسك، اتمرن عند اكبر شركات وكل الناس هترحب بيك والله. تمام. بس انت اصبر شويه ما تستعجلش وان شاء الله ربنا. قبل ما تكتب بس انا عايز حاجه اعرفها سريعا. الناس بيشكوا على الفيس وما فيش، ولما تيجي تدعوهم لندوه او مؤتمر ما تلاقيش. الظاهره دي بتحاربها ازاي؟ بنحاربها ازاي؟ ما جبلهمش. استاذ سيد وضح دلوقتي ان الاخصائي او الفني هو اللي يدور. انت حاربها ازاي؟ يعني مش حاربها يعني اقصد تحلها ازاي؟ بنحاربها. والله يا استاذ سيد احنا بنبقى في قمه سعادتنا والقاعه مليانه كده. نكمل بعض ان شاء الله. حاسس ان انت نجحت يعني او ان انت عملت. فاحنا يعني ندعو الناس.
أنا تروح الندوات إن شاء الله، ما يقعدش بس ورا الشاشات. أنا أوجه لهم رسالة، إذا كنت شايف إن إحنا كشعبة بصريات، كشعبة البصريات في الغرفة التجارية في الدقهلية نجحنا، فنجحنا ده ناتج عن التعاون اللي بيننا، فتعاون معانا عشان تنجح معانا إن شاء الله. عارف يا أستاذ أحمد أنا عاوز أدعوهم ليه؟ مش للندوات، أنا عاوز أدعوهم للقاءات والاجتماعات بتاعة الشعبة ويبقوا أصحاب قرار. تمام بالظبط. يقولوا لنا نعمل إيه؟ إحنا سعداء بحضراتكم جدا. إحنا ده أحلى فريق عمل بصري. الله يخليك. مش آخر مرة إن شاء الله نبقى مع بعض بإذن الله. وأحلى نموذج في البصريات فعلا موجود وقابلناه، وتشكرين قوي على القطاع. احنا اسعد بيكم وبنتشرف بيكم. شكرا. ان احنا نكون قدمنا للمشاهدين شيء مفيد النهارده ان شاء الله باذن الله. سعدنا بحضراتكم وفي انتظاركم الخميس القادم ان شاء الله ودايما في الافضل. السلام عليكم.